إذن مشاهدينا رجعنا وياكم مثل ما نوهنا في بداية برنامج يوم جديد. إنه اليوم ضيف حلقتنا هو عازف موسيقي، وهي آلة تختلف عن كل الآلات، آلة وترية إلها لون خاص بها، إلها عزافة وهم كثار بالوطن العربي وأيضا بالعراق. موسيقى بالفعل يمكن سجى تعجبها كلش، يعني اللي هي آلة العود. آلة العود، موسيقى العود هو عالم من أصالة والطرب يا عمر. اليوم ضيفنا مميز وقريب إلى القلب أكيد، ضيفنا هذا اليوم العازف الشاب ضياء جبار. راح نتحدث أكثر وياه عن الموسيقى. بالبداية صباح الخير ونورتنا. صباح الخير وتحياتنا لك، ونورت برنامج يوم جديد. ما شاء الله على هاي المقطوعة اللي عزفتها بالبداية. دائما احنا كل ضيف نسأله ليش اختاريت هاي الآلة، آلة العود، بما أن أنت موسيقي وعندك إذن موسيقية، وبالتأكيد اللي عنده إذن موسيقية ممكن يعزف على أكثر من آلة. طيب شلون اختاريت هاي الآلة وشلون كانت البداية؟ حقيقة أنا سنة 1995-96 دخلت معهد فنون، وسبب حب هاي الآلة أكو خطاط معروف بمنطقة مرشان من هواة فريد الأطرش. أغلبية الناس اللي حبت العود هي على مود فريد الأطرش ومقطوعة سمر ربعي. هي مو صعبة لكن يعني هي استهوت أغلبية الناس. فكنا إحنا الشباب مجموعة نلتقي يم هذا الخطاط، هو اللي غيرت كل أفكارنا على الحياة. اللي قبل كنا صغار كنا نرسم دبابة وطيارة ونتوقع أن حياتنا كلها حتكون جنودة وأسر، لكن هذا الخطاط سوى يعني فتح لنا وجهة نظر جديدة على حياة ما كنا نعرفها. فاختارنا مجال الموسيقى. اختيار الآلة في العود هو كان صدفة، يعني أكو دخلت لقيت المعهد كثير آلات، يعني أنا ما شايف يعني بدي كلها أعرفها، لكن الآلة اللي حسيتها قريبة على نفسي هي آلة العود. يعني أنا هسه ممكن إنه أنا أتعلم أي آلة لاخ، لكن أنا أفضل إنه الإنسان يختص بشيء حتى يعني حتى ما يضيع كل شيء. هاي رسالتك من تقول للإنسان، يعني توجهها للمشاهدين طبعا بالتأكيد، والشباب والشباب خصوصا اللي حابين يتعلمون العزف على آلة معينة. لذلك فراس ممكن انه ايضا بنفس الوقت نفتح اتصالات بما يخص آلة العود والموسيقى والعزف. خلينا نشوف رأي الناس ورأي اللي تابعنا بما يخص العزف على آلة العود، ممكن انه يتعلمون العزف على هاي الآلة، ممكن يتمرنون. احنا نعرف الآلات الموسيقية هواية متعددة يا عمر، لكن ممكن يقدر يفيدهم ضياء انه شنو سبب اليوم اختياره مثل ما ذكر يعني لآلة العود. اكيد راح نخلي الارقام لكم متاحة للجميع اللي حاب يتصل ويشارك ويانا. اكيد احنا نستقبل كل اتصالاتكم، لكن اليوم حابة اسألك يا ضياء، سبب كان اختيارك لآلة العود اليوم بما انك انت خريج معهد فنون واكاديمية فنون ايضا، اليوم الدراسة دور بتطوير قابلية العزف على العود؟ لها دور؟ حاليا يعني صارت عدة مدارس لتعليم كل الآلات، يعني من ناحية العود او غير آلات الآلات الاخرى، اكو كل استاذ الى منهج خاص. كل انسان مثلا سأني بحياتي درست في منهاجم أساتذة يعني كبار، ورا ما خلصت الدراسة واكتشفت إنه أكو نقاط ضعف صارت عندي، وما إنه أنا عازف عرفت شلون أعالج هاي. فأنا هسه من أريد أدرس راح أوجه راح أسلط النظر عليهم على الشغلات اللي أني كانت يعني عراقيل بطريقي. فكل إنسان يبدي يسوي يعني من العقوبات اللي أنت كنت تواجهها أنت راح أحلها بسهولة. أي راح أسلط الضوء عليها. ممكن إنه كل إنسان إلى وجهة نظر بطريق خاص. نعم. هاي 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 نقطة كلش مهمة. بعدين اختيار الآلة، اختيار الآلة أنا عندي معهد ما تعليم موسيقى. أكو ناس تجي هاوية بين العود أو بالكمان أو البيانو أو الناي، فأني ما أقول إذا كان هو عازف أنت اختار، أقول له أنت اختار. أنت حرك الاختيار من ناحية الآلة، أقول له ألزم الآلة أعزف فيها، لأن أكو الآلة مو شكل، الآلة صوت، الآلة تلزمها أنت تحس بها قريبة لنفسك. فأنا ما أفرض شيء على أحد. فانت من تلزم اله تحس انه هاي الاله قريبه لك او هي جزء منك، او اكو بنفس الوقت علاقه ما بين العازف والاله، علاقه يعني علاقه خاصه حقيقه بالآلة. انا يعني حقيقه انه انا علاقتي بين الاله، يعني انا هسه اذا انت تطلب العود من عندي تسويش كأنه ما تضربني الداخل، يعني لا يعني التركيز هذا مسمار للشيف عباس يعني شوي يعني خلف الكواليس اخذ العالم. لا يعني هو احس الاله جزء مني، يعني الاله اذا احبها يعني صعب انه انا جدا اتخلى عنها. زين شنو رايك عمر انيوك نسمع فد مقطوعه من عندك؟ اريد مقطوعه بحيث سجل اول مره بما انه انت دخلت
يعني واختاريت آلة العود. أكيد عندك معزوفة أول مرة عزفتها أنت لا تستذكرها وتتذكرها؟ بوقت ما يعني التسعينات كانت هي إذا أنت تعلمت لك فشي بسيط من أغاني أم كلثوم أنت صرت فشي يعني المعهد ممكن كله يفهم عليك. صعب الأغاني كلها المعزوفة. فأول شيء كنت عزفتها اللي أعتقد أنت عمري. يلا نسمعها. طبعا قبل ما نرجع ندردش يمكن اكو اتصال. ليث من الانبار صباح الخير عليك يا ليث. صباح الخير يا ليث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، نورنا. شلونك؟ اهلا وسهلا بك يا ليث. انت رمز الدنيا كلها واخت عزيزه وفخورين بك ان شاء الله. الله يعزك، تسلم لي. شكرا لك، شكرا من ذوقك هذا. سلمي لي على الاستاذ عمر. عمر يسمعك. عمر يبي يسمعك. انا وياك ندور دائما. انا وياك وياك على الجو. تحياتنا لك وبالتاكيد شاكرين تحياتك وسلامك. الرواد كلهم يجربون عليكم. في دول قلبك. شكرا، واكيد احنا نوصل سلامنا لهم ولكل محافظاتنا ولكل اهالي رومانيا. شكرا لاتصالك يا لي. نعم، هم يمكن ما يدرون انت وياي. ما يعرفون اصلا يمكن حتى الضيف. تحياتنا لك. كنا نتمنى نعرف من ليث انه شنو الاله اللي يفضلها، الاله اللي يحب يسمعها. لذلك احنا اليوم راح نشارك كل المتابعين وكل المشاهدين. بالفعل تشوف عمر شنو الاله، شنو الاغنيه. سؤال دائما يمكن يأيدني بهذا الموضوع شويه، لكبار بالعمر يفضلون اله العود. ما اعرف يمكن لانه بيها نوع من الطرب او اله العود سهله بالنسبه للالات الباقيه، بالاخص اله العود من ضمن الالات سهل. سهله لان يعني سهله قريبه انه احنا نسمعها سهلة. ولا سهله شلون؟ لا سهله حتى من ناحيه العزف تنقل ايضا يعني العزف. كنت مو تبي تصير عازفه بروفيشنال او هاي، يعني مجرد انه بس اله تساعدك تكون مرافقه للغناء وسهله. يعني انت هسه جملتين هاي ممكن يغني اغنيه كامله وياها، فمحتاج لها تعب او تمرين اكثر. وهو الكبار بالعمر يصير تمرينهم يعني استيعابهم ضعيف، فما يحتاج انه ما شفت واحد يعزف كمان ويغني سوى او صح. هاي الاله سهله تكون مرافقه غناء، فالكبار السن دائما يحبون يغنون. العزله الوحده هي افضل صديق اله العود، مو خير جليس بالزمان كتاب، لا العود افضل. قريبه يعني الى المقامات العراقيه المعروفه الاصيله اللي يحبوها الناس. طبعا انا يمكن اختلف بهذا الموضوع، اعتقد انه الاله العود ما بها عمر معين، هي يحبوها الكل. وشوفيها دائما حتى بالاغاني الحديثه، الاغاني اللي نقدر نقول الوسطيه اللي هي ما بين الثمانينات والالفينات، هي كل اغلب الاغاني موجود بها اله العود. لكن الاغاني الحديثه مثل ما قلت لك، ليش انا قلت لك هي موجوده ما تواجد كل الالات بصراحه. بالفعل نعم. عندنا اتصال من بغداد. سجى صباح الخير يا سجى.
صباح النور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك سجى؟ الحمد لله. شلونك استاذ أمان؟ يا مرحبا. هلا سجى، شلونك؟ الحمد لله. كل الهلا بيك سجى. شو تحبين؟ يا يا آلة، يا أغنية، يا موسيقى؟ أنا أحب عزف العود. تحبين عزف آلة العود؟ يعني تتمنين إنه تتعلمين تعزفين على هاي الآلة؟ إي نعم. حلو. طيب ليش ما تعلمتي عليها؟ أنت صعبة. تحسيها صعبة؟ هو ده يقول يعني أستاذ ضياء إنه هي كلش سهلة، اللي يحب يتعلمها. ممكن انه تشترين آلة العود، اكو يمكن آلات شوية رخيصة تتمل التعليم. موجودة آلات، كل الأسعار موجودة. واكو دار يمكن أسسته أنت؟ أنا عندي دار وصالح الكويتي. ممكن انه مدرسة، يعني مو شرط انه يجي دار، اكو يعني هواي كثير من المعارف. بس اكو مدارس اليوم أصبحت انها تقدر تعلم أي أحد حاب يتعلم آلات العود. يعني هسه اكو عندك مواقع اليوتيوب موجودة، لكن بالنسبة للآلات ما تقدر تعلمها، يعني كلش صعب انك تتعلم باليوتيوب عود أو كمان. لان الفينجر بورد هذا فلات، قدش هذا المكان ممكن فرق شعره يطلع غلط، فلازم استاذي وجهك في البدايه، ممكن شهر شهرين بعد ما تحتاجه. نعم. بعد تبقى تتمارس. شكرا لك يا سجى. نعم. شكرا لمداخلتك ومشاركتك يعني. طيب هسه احنا رد نسمع فشي انت على ذوقك يعني. على هواك. بس تغني وياي؟ يعني تريد انا اغني وياك؟ ماكو مشكله. يلا اذا اعرفها يعني. لا تعرف. يلا خلينا نشوف. عماد موجود؟ عماد. حتى احترق الحب احبيني. الله 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 الله. عاشت ايدك. يعني خليتوني اضحك. بدت الدمع في راسي. يعني هاي سوالفك المخرج طبعا ما اعرف شو يحكي هنا. انا هم زين نصي كلش وخطيه سجى يعني ماي ماي سجى قصتك يعني. هو يقول لي ليش تغني؟ لا لا لا. وباحساس وكذا. اكو يعني مقوله مشهوره، هسه انا اهلي مستحيل في يوم يقولوا لي تعال اعزف نعود. فمطرب الحي لا يطرب يعني. يعني تتوقع انه انت تلقى اعدائك من داخل اقربين لي نفسي. لا بالعكس كلش. بس انا ادري انت متى تسمع اللي احنا بدنا نسمعه. يقول هو صوته هم حلو. لا هو صوته؟ لا صوتك حلو. يعني انت دندنت. احنا صدق جديات يعني. ما احنا اليوم احنا فقره هي ترفيهيه بالبرنامج الصباحي. انت دندنت احنا عمر راح يشارك. انت على ذوقك نسمع منك. لان دائما عازف العود دائما يغني او يدندن او كذا، فاحنا نريد على ذوقك انت فتشي تغني وتعزف. لا ما ما غني يعني. زين عمر يشارك. ضروري انا اشاركك. شاركني اوكي. يلا. شو كيفك؟ شي حافظه انت دائما تدندنه بالبيت باي مكان يعني. انا بعد ريحان تغني وياي؟ كيفك يلا. لان بعد ريحان حلوه. يا نبعة الريحان حني على والهان حني على الولاد، جسمي نحل والروح ذابت وعظمي بان ذابت وعظمي بان. Thank you.
غلي عين ديراي ما غلي عين ديراي من عليتي بحشاي ما غلي عين ديراي ما غلي عين ديراي صعيد اي صعب ودواي داي صعب ودواي ما يعرفك إنسان ما يعرف إنسان يا نبعة الرحام حني علي والهام حني على الولهام. أنا أخذتها طبق ناصي على ولا كنت ما غنيتها؟ لا لا غني وياك. لا وين غني؟ ما عندي كل ذنوب إلا هوى المحبوب إلا هوى المحبوب ما عندي كل ذنوب إلا هوى المحبوب إلا هوى المحبوب له ذنبته له ذنب وتوب اغفر لي يا رحمن اغفر لي يا رحمن. تراس بس ميديوم على سجا شوية دار دفتي ليش الشيء زي تقول لها انت بس قولي انا ما اسمع المنصر سجا ممكن شنو رأيك بالأغاني اللي غنيناها سجا جيبي عاد عادي ماكو مشكلة عدي تعال ماكو مشكلة يعني شنو أقول لك عادي شنو أنا جدا أنا أدروني بس شنو أحكي يعني انت دا تغنون انا كلش مستمتعه ودا اضحك وايد ليش يعني مستمتعه دا اشوفكم اثنيناتكم تغنون ولا ليش شلون لا والله لا انا ايش دا اقول لك ايش دا اقول لك في راس ما في شيء لا بالعكس ايش دا يقول لك ها العفو بعدين تسمعوا لي احكي لا هو يقول انه باي شلون الاغنيه حلوه وجميله انا ضحك تدري يعني لا مو هاي بلا يلا حمشيها يلا الخاطر يعني خاطرش يعني مو خاطر أنا آسفة طبعا الأغنية كلش حلوة أول شيء بالفعل الأغنية حلوة والموسيقى حلوة عمر دائما إحنا من على دندنة ومالتك لكن اليوم حابة أعرف اليوم شنو لما أنت تمسك آلة العود شنو هو الممتع بنظرك أنت اليوم إحنا دائما عفوا المقاطعة أكو كل شخص عنده شيء قريب إليه عندك صديق كان الهوايات صديق من ضمن هذا من ضمن الصديق مصور عديت حياته دفعتي يعني وياي بالمعهد دفعتك بالمعهد لا شو عدي ما يعزف آلة ما يعزف شيء لازم الكاميرا وقبل عدي من هذول اللي كان يعطون فلوس عم ينجح معلومة قوية يعني كان هيك شن تغشش انت لا مو شوف اكو احنا اغلبية الطلاب اللي كنا بمعهد فنون يعني قسم الموسيقى مو كانوا كلهم علم اختصاص موسيقى يعني عندي اصدقاء مخرجين هسه وهم كانوا قسم الموسيقى يعني دفعتي كان احمد محمد نادي اكيد تعرفه احمد محمد النادي اعرفه احمد دفعتي يعني صديقه كلش يعني يعني علاقه يعني ايه زين عدي مصور مصور قناه الرشيد الفضائيه لبرنامج يوم جديد اللي حاليا متواجد ويانا ودائما يصورنا حتى خلف الكواليس ويدز للموقع الخاص بقناه الرشيد الفضائيه ريت تحكي لنا عن هاي الشخصيه انه هو بالكاميرا جيد وممتاز بل حتى يعني رقم واحد يعني اوكي زين هو ما حد فنون ما تعلم على آلة يعني هسه هو انت قاعد تقول مصور جيد لكن بآلة العود فاشل هسه انا بآلة العود جيد لكن بالكاميرا فاشل يعني فكل انسان له اختصاصه هو اذا مبدع بمجال عمله فيغني عن يعني ولا شويه ممكن يعني انت ادرى من عندنا ممكن والله الله اعلم ها الله اعلم العود موجود وموجود زين ما تنصحه ما تنصحه انه يجي يتعلم يمك او شيء انا ما انا ما انصحه هو يامرني اني اجي لهنا ادرس بلا كل شيء ما اعرف من عنده انا بالتاكيد يعني اتمنى انه انا اعزف انا اعزف طبعا اورجن وبيانو بس انا اعرف انه اذنك قويه يعني اي اذني عندي اذن موسيقي وانا اكيد اكاديميه فنون جميل لكن يعجبني اعزف اله العود اذا اتعلم المسكات الاولى ممكن انه راح اعزف اغاني وكذا فان شاء الله يمك يعني نتعلم طيب اليوم حاضر اي شيء تحتاج شكرا لك اكيد يعني عمر هم ما راح يقصر وياك لكن عمر انا اللي اعرف اللي عنده اذن لا ما اريد خاف تريني تتعلم ابدا انا كلش احب اله الجيتار للعلم ها احب الجيتار الجيتار اكثر من العود جيتار عندك جيتار؟ لا ما عندي ولا اعرف اشتري باكر نشتري جيتار؟ ما اعرف اتعلم مو لازم تشتري جيتار حتى وراها اي اله مو تريد تتعلمها لازم تكون عندك البدايه لازم يعني تكون عندك يقولون يا عمر اللي عنده اذن الموسيقى او اللي يعرف الالة العود او الجيتار يصير بسهل من السهل انه يتعلم الالات الاخرى اسهل من اللي هو اصلا ما يعرف اكيد راح نتعرف بعد ما نشوف شيماء شيماء من بغداد صباح الخير يا شيماء
القطاع طبعا. نعم. المخرج يقول اتصالات كثيره ولذلك يمكن الاتصالات يعني بدها تنقطع. نتمنى انه تعاود الاتصال شيماء او اي حد حاب يشارك اليوم. موضوعنا الجميل انا اعتقد يعني دائما الموسيقى يمكن لها خصوصيه في برنامج يوم جديد او حتى بكل البرامج اللي نقدمها من خلال قناه رشيد الفضائيه. اي انواع الموسيقى اليوم اريد اسالك يا ضياء هي الاقرب لك شخصيا؟ الموسيقى التراثيه، المقطوعات الحديثه، يعني مثلا شنو اللون اللي تفضله انت بالموسيقى؟ ماكو انا انت يعني قارنت بين الموسيقى القديمه والجديده. هي ماكو مقارنه بين الموسيقى القديمه والجديده. ها؟ نعم. الموسيقى مدارس، اكو مدارس تكنيك. نعم. واكو مدارس هي الروحيه والطربيه. من ذاك الوقت لهالوقت، يعني من قديما، قديما اكو عازفين قديم شرف محي الدين حيدر، وعندك حتى الصنباطي وغير الصنباطي، اكو عندهم قطع العود كلش تكنيك كلش قوي يعني. بس انا اميل للطربي. للموسيقى الطربية دائما تكون الموسيقى تكون قريبة للروح البشرية كثير. حتى الآلات لها دور كبير بهذه الآلات. الموسيقى الطربية قريبة دائما عن الروح. اكو معزوفة فريد الأطرش لأغنية أنا حافظها الأغنية، بس شايفة قاعد وقاعدة الفرقة الموسيقية ورا ياخذ المقطوعة هو إيديه ما أشوفها من السرعة. أول همسة يمكن. أول همسة يمكن يعني يشتغل شغل ممكن يعني حتى لو مقطوع. أعتقد في هاي أول همسة. هي هاي المقطع. طيب الطربية. يعني اسمع لي هسه أول همسة بينما أكو هاي الموسيقى يعني. أكو قطعة موسيقية كلش حلوة لعمر خير اسمها الفراق. يلا نسمع. اتصال ام مريم من الكويت. صباح الخير يا ام مريم. صباح كل الخير. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا ام مريم. ايوه ما معكم بصحه والسلامه. صباح فتره رشيد. ام مريم صوتي قطع. مقدم البرنامج و الموسيقي الفنان احس انه هو ممارسه نوع عين من الرياضه. شجعني كل انسان يمارس هذا النوع يوسع لكن فكري حسي عقلي مع ممارسه هذا النوع من الرياضه يزيد إنه آلة كمان موسيقية تأخذ بها أبدا بالنمط الموسيقي. تحضر إيه كلاسيك. طبعا الصوت كل شيء. يمكن وصلت رسالتك يا أم مريم، شاكرين اتصالك وراح نعلق على مداخلتك. وأعتقد ويانا هديل أيضا من بغداد. من بابل. هديل صباح الخير يا هديل. صباح الخير يا هديل.
صباح النور استاذ عمر وتسجد. يا مرحبا نورتينا يا هديل. احكي لي هديل شو تحبين، اي اله موسيقيه، اي موسيقى تحبين تسمعيها، يعجبك انه تتعلمين تعزفين على اله معينه؟ والله ان كل الالات يعني جميلات وحلوات ما بين شيء، بس زين. اله العود يعني انا افضلها كلش حلوه كلش حلوه. زين يا اغنيه تحبين تسمعيها دائما على العود؟ والله اله العود ما اتذكر اي اغنيه، بس اغنيه ترى انه فيروز. شنو؟ الفيروز. فيروز يلا تدلينها سبعة شوي نسمع معزوفة من أستاذ ضياء لفيروز، وشاكرين اتصالك. شكرا ونتمنى لك نهار سعيد. شكرا لك. اللي قبلها يمكن أعتقد كانت تحكي عن اللياقة وعن الرياضة، يمكن أعتقد شوية شافت وزنك. لا 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 أي قالت أنه نوع من الرياضة بالفعل، وأيضا الرياضة تساعد على ممكن أنه تطوير العزف على كل الآلات، خصوصا تقول الكمان أو التمارين. تمارين آلة العود يعني حتى أي آلة موسيقية أول تمارين راح تأخذها هي ما لها علاقة بالموسيقى، راح تكون مجرد رياضة، لان اكو عضلات باصابعك وايدك ممكن انه هسه العزف يعني تعزف راح تصير في السيطره عندك على اصابعك مثل افعال يعني لا انعكاسي يعني يعني الاصبعك يتحرك من كيف، فهي راني تمر رياضيه ايضا هذه من ضمن الرياضه. لكن انا حابه تحكي لي بشيء مبسط عن تجربتك اللي كانت خارج العراق. خارج العراق كنت بالسويد اي، وعرضوا علي اكثر من منظمه يعني انسانيه تقديم حفلات. حلو. وقدمت اكثر من حفله هناك. نعم. شنو قدمت يعني اغاني تراثيه بمرافقه فرق يعني سويديه. حلو. يعني اشتغلت مع عزاف سويديين يعني موسيقى ممكن انه تاقلمت اله العود اللي هي اله عربيه او عراقيه حسب اذا كان انت يعني موزعها بطريقه اوركسترالي تقدر تقدم. صحيحه. نعم. طيب بما انه طبعا احنا شوي المخرج يقول يمكن وقتنا ما اعرف قد بقى من عنده، لكن طيب عندنا طلب ل احدى المتصلات طلبت مقطوعه صغيره لفيروز، ممكن احنا ننفذ يعني او نلبي طلبات المشاهدين اللي تابعونا. الأخير، الفرقة الموسيقية اللي أتوقع أنه أنت أسستها أو شاركت أسست الفرقة، أي أحد أعضائها؟ أحد أعضائها شريكي صديقي عازف كمان وملحن فاقد جدا. نعم. أستاذ إيهاب أسس فرقة سنة 2014 اسمها فرقة حب. حلو. عبارة عن تخت شرقي عود وقانون وكمان ورق. نعم. قبل شهر ونص كانت عندنا مشاركة ويا ست رقية حسن برنامج الشرقية. نعم. أول حلقة تنبث من العراق من القشلة. حلو. احنا شاركنا بالحلقة، كان يعني دورنا أساسي تقريب ساعتين شوي، قدمنا أغاني تراثية، وكان احنا دائما نرتدي الملابس البغدادية اللي هي السدارة عندنا مقاطع كل شوي بالمنطقة اللي بيها محلي هي جديد حسن باشا بالحيدر خانة. حلو. جميل جدا. بالفعل نتمنى لك يا ربي كل الموفقية، اشوفك بهذا الابداع دائما. جدا اشكركم يعني وفرصة سعيدة. انت نورتنا اليوم، شكرا لك، نورتنا اليوم. بالتأكيد المزيد من الابداع في مجال عملك اللي خاص طبعا الموسيقى والفن العراقي، احنا دائما نشد على ايد كل من يقدم للموسيقى والفن العراقي او الفنون العراقيه بصوره بالفعل بصوره عامه. يا ضياء نورت برنامج يوم جديد ونتمنى لك نهار سعيد. شكرا لك. ولا بالخميس اليوم، خميس تدري يعني. شكرا لك مره ثانيه. مشاهدينا مستمرين مع باقي فقراتنا.